السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هشرح لكم ازاي تزودوا عدد المتابعين في برنامج كواي بكل سهولة. لو اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو وشير لكل اصحابكم. هقول لكم النهاردة اكتر من طريقة عشان عدد المتابعين عندكم يزيد، ويزيد بطريقة ملحوظة، وكمان تحققوا اكتر عدد من المتابعين. اول حاجه طبعا، انتوا اول ما بتعملوا وتشتركوا وتحملوا برنامج كواي هتلاقوا على طول نزل لكم متابع واحد. هنشوف كده زي كده بالظبط، انا عاملاه من فتره طبعا، لكن انتوا اول ما هتنزلوا البرنامج هتلاقوا متابع واحد اللي هو تحت ده، اللي هو كواي اوفيشيال. كواي ده هو ده الحساب بتاع كواي، هتلاقوا عليه مجموعه من المتابعين حوالي 100,000 متابع اللي هم تحت كده. هتبتدوا تعملوا ايه؟ هتنزلوا تشوفوا متابع متابع، يعني هتشوفوا متابع متابع، والمتابعين اللي عندهم عدد قليل من المتابعين هتبتدوا ان انتوا تعملوا لهم فولو. هما تلقائي هيعملوا لكم برضو فولو، وبالتالي هيبقى زي التبادل، فاهمني؟ يعني زي ما تكونوا بتعملوا تبادل مع بعض، انت هتعمل له فولو هو كمان هيرد لك الفولو، بالتالي هتلاقي متابعين كتير قوي زادوا عندك. دي طريقة مضمونة جدا وطريقة سهلة، وناس كتير قوي بتبقى فاهمة. يعني انت لما تعمل لحد منزل كواي جديد وعنده عدد متابعين قليلين فولو، هو كمان هيرد لك الفولو. في حاجة تانية برضو، ديت من الحاجات اللي مجربة برضو، ان انتوا تدخلوا على الفيديوهات اللي هي القنوات بتنزل فيديوهات كومنتات بتاعتها كتير، وتكتبوا في الكومنت اني تكتبوا كومنت مثلا لصاحب القناة، وتكتبوا لهم برضو بعد كده اللي عايز يشترك في قناتي هشترك انا كمان في قناته، زي بالظبط اليوتيوب. هتلاقوا عدد كبير جالكو، وبرضو انتوا نفس الحكاية تشتركوا عنده، فهتلاقوا برضو عدد المتابعين زاد. دي برضو طريقة مضمونة جدا، مفيهاش اي مشكلة وما بيحصلش حظر ولا اي حاجة، بس اهم حاجة انتوا ما تزودوش منها. وكمان تكتبوا تعليق الاول ليه صاحب القناة، تعليق حلو ان ايه الفيديو بتاعه، مثلا لو قناة طبخ او مثلا فيديو محتوى مضحك او حاجة، تكتبوا حاجة عن المحتوى، وتكتبوا ان انتوا عايزين ان يشتركوا في قناتكم، فهتلاقوا ناس جت تشترك في قناتكم. طيب تالت حاجة، ودي حاجة برضو كويسة، ان انتوا تبتدوا تنسوا خالص حوار المتابعين، وتبتدوا تنزلوا فيديوهات حتى لو عندكم صفر متابع. ليه بقى؟ لان انتوا لما بتنزلوا متابعين كتير، لما بتنزلوا معلش فيديوهات كتير، كواي بيدعمكم، بينشر الفيديوهات دي، فلما بينشر الفيديوهات دي بتلاقي المتابعين جايين لك تلقائي لوحدهم من غير ما انت تطلب. بس اهم حاجة تستمر في تنزيل الفيديوهات، يعني كل يوم فيديو، كل يوم فيديو، مش زي بقى اليوتيوب وكده محتاج وقت، لا هو كل يوم فيديو، والفيديو في كواي ما بيتخطاش الدقيقة، فهتلاقوا على طول الموضوع بقى سهل معاكم. اهم حاجة بس تهتموا بالصورة، وتهتموا بالجودة، وتهتموا تختاروا كده موسيقى، هو سامح لكم بالاغاني لو عايزين تحطوا اغاني في الفيديو. الفيديوهات بقى كلها، المقاطع كلها تكون حلوة. المقاطع لو بتحبوا المقاطع المضحكة، اهم حاجة يكون المحتوى اصلي انتوا اللي عاملينه، مش واخدينه من اي مكان تاني، عشان كواي تدعمكم وتزود لكم عدد المشاهدات وعدد المتابعين، بتنشر المقطع فبالتالي بيجيلك عدد متابعين كتير. دي ثلاث طرق، الثلاث طرق يعني تعتبر سهلة جدا، بس خلي بالكم من الطريقة التانية اللي هي كتابة الكومنتات، ما تزودوش فيها. الطريقة الاولى والطريقة التالتة هي دي الطرق اللي انا اتبعتها، وكانت طريقة كويسة جدا. لكن الطريقة اللي هي تكتب تعليقات طريقة كويسة، بس اعملوها على فترات متباعدة. ديت كده بالنسبة ازاي تزود متابعينك عن في برنامج كواي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو ليكم اي سؤال اكتبولي تحت الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوا قناتي. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم.